أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 26/3/2020، محدثكم عصام اسطنبولي. نظرة على الـ S&P 500 من الناحية الإخبارية على الجدول الاقتصادية خلال الفترة الأمريكية. سيكون هنالك طلبات الإعانة أو البطالة، ومن المتوقع أن تصدر الأرقام سيئة جدا عند 164.8 ألف مقابل 281 ألف في الرقم الأخير، وسيصدر الناتج المحلي الإجمالي النهائي والمتوقع أن تبقى كما هي عند 2.1%. من الناحية التقنية لابد من الأخذ بعين الاعتبار بعض الأمور. بعد الحركة الإيجابية خلال اليومين السابقين وبعد حزمة 2 تريليون دولار، يبدو أن الأسواق قد استوعبت هذا الخبر، وأن مسألة الإغلاقات للشركات والدوائر والحكومات والدوائر الحكومية عفوا والمؤسسات سيكون له أثر أكبر من الحزمة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الأمريكية. لذلك نرى تداولات سلبية للـ S&P 500 حاليا وتداولات أقل من مستوى 2458. هذا ما يعزز الحركة السلبية للوصول إلى مستويات 2375. في حال كسر مستوى 2348 فإن ذلك أيضا يعزز النظرة السلبية للوصول إلى مستويات 2265. كسر مستوى 2485 هو ما يلغي النظرة السلبية ويحولها إلى نظرة إيجابية للوصول بالأسعار إلى مستويات 2568، وفي حال كسر مستوى 2596 فإن ذلك أيضا يعزز النظرة الإيجابية للوصول إلى مستويات 2680. أنا معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.